السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني. ونرجع تاني للنشاطات بتاعتنا. النهاردة هندي محاضرة جاينا، في محاضرات طبعا كتيرة في الجاينا. نبتدي النهاردة بمحاضرة الالترا ساوند اوف ذا مايوميد. يلا نبتدي. الايتمز اللي احنا هنتكلم فيها النهارده هي البيزكس اوف ذا ايفالويشن، وبعد كده ازاي بنقيس اليوترس، ثم الكلاسيفيكيشن اند دايجنوزيس اوف يوتراين باثولوجي. اول حاجه بيزكس اوف ذا ايفالويشن، طبعا وانت قبل ما تعمل الالترا ساوند لاي بيشنت كامينج ان جاينيكولوجيكال كلينيك، دونت فورجيت انك تعمل باي مانوال اكزامينيشن، انك تعمل سبيكولام اكزامينيشن. يعني دونت راش تو دو ان الترا ساوند على طول كده او رابيدلي من غير ما تكون اخدت هيستوري كويس من البيشنت وعملت اكزامينيشن وعملت سبيكولام. السبيكولام مهم قوي في اي حاله جايه لك بجاينيكولوجيكال كومبلين، لان مش كل حاجه هتبان بالالترا ساوند. فالمهم السبيكولام، وبعد كده اعمل الالترا ساوند. وهنا واحنا بنتكلم على البيزكس اوف الترا ساوند، انت هتعمله ترانس ابدومينال ولا ترانس فاجينال. وتعالى هنا نتكلم شويه على الاورينتيشن الالترا ساوند. وانت بتعمل الترانس ابدومينال الترا ساوند، النوب اوف ذا بروب لازم تكون ابورد توورز ذا بيشنت هيد، والبلادر لازم تكون فول بلادر. وهنا الاورينتيشن بتاعك هيبقى ده الانتيرور وول، ده البوستيرور وول، هنا الفندس، وهنا السيرفكس اند فاجينال. لما تحب تبص على الادينكسيا بتلف البروب 90 ديجري انتي كلوك وايز، يعني towards the patient right side، وبعد كده هيبان لك الترانسفيرس سكشن في اليوترس. هنا باين وهنا الاورينتيشن، ده هيبقى اللور بارت او الانفيريور بارت، وهنا السوبيريور بارت. يعني لما تحب تبص على الفندس بالسلايدنج موشن بتاعتك هتلاقي ان الفندس تبص له على الناحيه دي، ده المكان الفندس. وادي الرايت ادينكسيا اوفري، وادي الليفت اوفري. لو انت هتستخدم الترانس فاجينال بروب، فبرضه البروب في عندك في نوب، النوب ديت بتحدد لك الابورد اوف ذا بروب. فبرضه بتدخل بالبروب بال ان ذا فاجينا، وبتبتدي تتحرك سلايدنج كده اب اند داون لحد ما تجيب الفيو ده. الفيو ده في الانتي فلكسد يوترس، هتلاقي ان الاي ده ساجيتال بلين اوف ذا يوترس. الاورينتيشن بتاعك هنا برضو انتيرير، هنا بوستيرير، وده سوبيرير توورز فاندس، وده الانفيرير بتاعك. لما تحب تيجي برضو ليه وتجيب الترانسفيرس بلين اوف ذا يوترس، هتلف البروب النوب بتاعتك دي، هتلفها توورز ذا بيشنت رايت سايد، ده موشن بنقول عليها روتيشن. وبتحط البروب في الرايت ادينكسيا علشان او الرايت فورنكس علشان تجيب الرايت ادينكسيا، وفي الليفت فورنكس علشان تجيب الليفت ادينكسيا. وادي اليوترس ان ترانسفيرس بلين، برضو نفس الكلام، هنا towards the fundus and this is towards the lower part اللي هو towards the cervix. خد بالك من شوية حاجات وانت بتعمل السكان اللي هي المونيتور بتاعك. المفروض ان كل مونيتور فيه جزء ممكن يكون ازرق، ممكن يكون ناحية الاحمر، ممكن يكون حرف اس، ممكن يكون رايت موجود، ده denoting الرايت سايد. وطبعا وانت بتعمل البروب، لو عملت النوب بتاعت البروب اب، يبقى في الحاله ديت الرايت سايد هنا، ويبقى هيبقى الاورينتيشن بتاعك تبقى عارف ان ده الفندس، وادي السيرفكس والبلادر انتيرير والريكتم بوستيرير. طب لو جيت غيرت الرايت ليفت، يبقى في الحاله ديت بص عليها هتلاقي الاورينتيشن ابتدى يتغير، ان ادي ده الرايت وادي الليفت، فالصوره بتاعتك اتقلبت. لازم تاخد بالك وانت بتعمل الاورينتيشن. طب لو انت عامل النوب بتاعت البروب او الماركر بتاعت البروب داون والرايت سايد هنا، يبقى خلي بالك ان انت البلادر هتبقى العكس، البلادر الذير بوستيريورلي، والريكتم هو اللي هيبقى انتيريورلي، وان السوبيريور بارت هيبقى نفس السوبيريور، والانفيريور هو الانفيريور. لو عكست الرايت ليفت اورينتيشن هتلاقي نفسك غيرت برضو اتجاهات الصورة. مهم قوي ان انت تثبت الشغل بتاعك، وان انت لو بتشتغل على جهاز بيستخدمه ناس تانيين، ان انت اول ما تقعد على الجهاز ظبط المونيتور وظبط النوب بتاعتك وظبط البروب قبل ما تعمل باثولوجي مش موجود. تعال نشوف الفيديو ده.
وده بيوريني ازاي بنعمل الاسكان. طبعا احنا داخلين من الفاجينا، فابتدى تبان البلادر على الليفت هاند بالنسبة لك، اوكي، وبعدين السيرفكس هنا والفندس اوف ذا يوترس كنا شايفينه، وبعد كده لفينا البروب 90 ديجري انتي كلوك وايز، ابتدى يبان لي الترانسفيرس بلين كده في الرايت فورنكس رايت اوفري، والليفت فورنكس باين في الليفت اوفري. نعود بعد كده احنا هنعمل ديسكريبشن للباثولوجي او ديسكريبشن لليوترس ازاي، هنقيس ايه وهنعمل ايه. تعال نشوف البيبر ديت نازله في 2015، بتوري لك الماسا جروب اللي هي مورفولوجيكال يوترس سونوجرافيك اسيسمنت جروب، عملت لك التيرمز والديفينيشن والميجرمنتس ديت تو ديسكرايب ذا مايوميتريوم اند يوتراين ماسس. تعال نشوف هنستخدمها ازاي. اول حاجه القياسات، بناخد الصوره بتاعتنا ونثبتها، وبعد كده انا عايزه اقيس اليوتراين لينس. عندي قياسة اللي هي اللونجيتيودينال وبعدين الانترو بوستيرير وبعد كده الترانزفيرس، دول ممكن اخدهم بالديستانس عادي وممكن اخدهم بتريس يعني عشان يلف معايا مع السيرفكس، وخاصة لما تبقى الانجل كيرفد شوية باخد دول، وبعد كده الف البروب بتاعي 90 ديجري انتي كلوك وايز عشان اجيب الترانزفيرس بلين اوف ذا يوترس. المفروض بيتقاس D1 وD2 وD3 ويتضربوا في الرقم ده. طبعا انت ما بتعملش الكلام ده، هو الجهاز بتاعك هو اللي بيطلع لك الفاليو. بعد كده بتقيس ال زي ما احنا شايفين كده تاني، ده اللونجيتيودينال، ادي الانتروبوستيرور والترانسفيرس في لما بلف البروب. لما هتيجي تقيس الاندوميتريال سيكنس بتقيسه برضه في الساجيتال بلين، وبتقيسه at the level of the widest part of the uterus اللي هو هيبقى اتخن حته في الايه في الاندوميتريوم. ده قياس الترانسفيرس بلين، بتقيسه عند ايه الوايدست بارت يعني اتخن حته فيه او اوسع حته فيه، وبعد كده بيطلع لك اليوتراين فالج. عشان تقيس الانتروبوستيرور ديامتر او الانتروبوستيرور سيكنس اوف ذا يوترس بتيجي من عند المايوميتريال بوردر بوستيرور لحد الوول بوستيرور وعند المايوميتريوم بوردر انتيريور، يعني ما تاخدش المايوميتريوم في القياس. والمفروض ان الانتروبوستيرور ديامتر نسبتهم واحد لواحد، طبعا بيتغيروا في بعض الباثولوجي. نيجي بعد كده للاندوميتريال سيكنس، لازم تعرف ان انت هتقيسه بال 2 دي عادي، ممكن تاخده كفوليوم في ال 3 دي ايمجز. خلي بالك ان الاندوميتريال بيختلف مع الاوفيريان سايكل، فانت على طول في الافتر منستريشن بتلاقيه ثين اندوميتريال مش واضح قوي، بعد كده نبتدي في البروليفراتيف فيز يبتدي يزيد، في نير اوفيوليشن ابتدى يديني التريبل لاين، وفي السكريتوري فيس بعد الاوفيوليشن ابتدى يبقى ثيكند وايكوجينيك، اوكي. فده بيعرفك ان انت اكوردنج انت بتشوف الحاله في انه بارت اوف ذا سايكل بيبان شكل الاندوميتريوم ويختلف السيكنس بتاعه. نيجي بعد كده، انا مش هنتكلم النهارده على الاندوميتريوم، احنا كلامنا كله على المايوميتريوم اند هاو تو ايفالويت فور ذا مايوميتريوم. لما باجي اتكلم عليه بتكلم على الفوليوم اوف ذا يوترس، على الايكوجينيسيتي بتاعت المايوميتريوم، الكونتور بتاعه هوموجينس ولا نون هوموجينس، الوولز بتاعتنا سيمتريكال ولا لا، الفاسكولاريتي، وبعد كده الجانكشنال زون. تعال نشوف كل واحده من دول هيبقى الكلام عليها ازاي. ايكوجينيك بارس، اوكي، وبعدين عندي هنا في اسيمتري اوف ذا وول. خلي بالك هنا ايه الصوره مقلوبه، يبقى ده الانتيريور وول وده البوستيريور وول اوف ذا يوترس، فخلي بالك من النقطه دي ان البوستيريور وول اكبر من الانتيريور وول. نيجي بعد كده للفاسكولاريتي اوف ذا اندوميتريوم مايوميتريوم اللي هو بنقول عليها سب اندوميتريال بلاد فلو. المفروض ان الفاسكولاريتي دي بتختلف برضو على حسب الزون بتاع السايكل، اوكي، وده بيهمنا في الايفالويشن اوف ذا اندوميتريوم. لكن المايوميتريوم عموما بتبقى ايه، ما هواش هايبر فاسكولار، اوكي. يبقى هنا ده السب اندوميتريال بلاد فلو اللي هو بيمثل ايه،
الزون الاولاني اللي هو بيمثل المايوميتريوم اللي حوالين الاندوميتريوم على طول، الزون الثاني بيبقى الهايبر ايكويك اندوميتريال ايدج اللي هي بالظبط في الاندوميتريال ايدج، الزون الثالث اللي هو الانترنال اندوميتريوم، والزون الرابع اللي هو جوه الكافيتي نفسه. يبقى ده السكورنج بتاع الفاسكولاريتي اوف ذا مايوميتريوم. بعد كده الجانكشنال زون، وده مهم، هو عباره عن المايوميتريال انتر مايوميتريوم اندوميتريال انترفيس، وده بيريبريزنت ذا انر مايوميتريوم. ايه قصه الجانكشنال زون؟ احنا لينا محاضره عليه لوحده هنبقى نقولها برضو. نورمالي ان الجانكشنال زون بيبقى باين بالمنظر ده واضح، سواء كنت بتعمله في الكورونال بلين او بتعمله في الساجيتال بلين. ساعات بيبقى هايبر ايكوجينيك، يعني بيبقى irregular كده وايكوجينيك اكتر، ساعات بيبقى interrupted مش كامل كله، وساعات بيبقى absent او ill-defined junctional zone. ده النورمال endometrial myometrial interface. اوكي، وادي هنا شكل الجانكشنال زون نقدر نقيسه. الايفاليويشن بتاعته بتبقى بال2 دي التراساوند، لكن مهم الاحسن ايفاليويشن ليه هي بال 3 دي الترا ساوند، لان الكورونال بلين اللي قدامك ده اللي هو ما بيجيش غير بال 3 دي تقدر تشوف فيه المايومي الجانكشنال زون واضح خالص، بيبقى الى حد ما هايبوكايك سراوندنج ذا ايكوجينيك اندوميتريوم وايزو واللي هو الايزوكايك او الايكوجينيك المايوميتريوم. يبقى انا عندي الاندوميتريوم يبقى هايبر ايكوجينيك، ده بيبقى هايبو ايكويك وده بيبقى ايزو ايكويك. برضو لو في باثولوجي بيبقى اصدق حاجه او اوضح حاجه لقياس الجانكشنال زون هو الام ار اي. ده 3 دي الترا ساوند مبين لك برضو ادي الجانكشنال زون موجود وواضح. سوري، اللي هي الليجن بتبقى واصله للسب سيروزا وواصله للسب ميوكس. طيب احنا لما نيجي نعمل ديسكريبشن لفايبرويد بنعمل كومنت على ايه؟ يو ويل كومنت اون ذا لوكيشن اللي هو مكانه فين، اتس نمبر، اتس سايز، ايكوجينيستي، فاسكولاريتي. اوكي، ده بالنسبه للكومنت على الفايبرويد، وده بنسميه فايبرويد مابنج. مهم الفايبرويد مابنج علشان الايه؟ علشان لو هتعمل سيرجيكال انترفيرنس هيبقى ازاي؟ يعني لو انت السب ميوكس فايبرويد لازم تحددها علشان هندخل لها هيستروسكوبي، لو هي سب سيروس فايبرويد برضه بتحدد علشان احتمال تعملها لاباروسكوبي، لو هي انتراميورال مايوماز هيبقى الكلام ما بين انك تعملها اوبن ولا تعملها لاباروسكوبي، وبرضه الريليشن ما بين السيمبتومز اوف ذا بيشنت او كومبلين اوف ذا بيشنت واللوكيشن اوف ذا فايبرويد. واخر حاجه في الفايبرويد هو الاسوشيتد ديجنريشن. ودي صور لي ديفرنت تايبس اوف فايبرويد. انت هنا اليوترس عامل زي ما يكون ملوش علاقه بالفايبرويد خالص، والفايبرويد موجود سب سيرس. ده فايبرويد سب ميوكس وبوشنج الاندوميتريوم توورز ذا انتيريور وول. دول انذر فايبرويدز ويتش ار انترا ميورال. هنا فايبرويد ويتش از بيورلي سب ميوكس. الفاسكولاريتي بتاعت الفايبرويد بتزيد مع زيادة السيلولاريتي بتاعتها، والفايبرويد الفاسكولاريتي بتاعته بتيجي من البريفري. يبقى هنا ممكن الفايبرويد تلاقي في different vascular pattern. طيب مهم في ايه الموضوع الفاسكولاريتي بتاعت الفايبرويد؟ علشان الديجنريشن، وعلشان ان الفايبرويد لما بيبقى هايبر فاسكولار انت بيتهيألك ان هو ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون له علاقه بالساركوميتس اتشينج. الحاجه الثانيه ان الفاسكولاريتي بتاعت الفايبرويد هتأثر على البليدنج انترا اوبراتيف لو انت بتشتغل، لو تعمل عمليات. فدي الحاجات دي كلها مهمه للمابنج اوف ذا فايبرويد عشان لو ناوي تعمل سيرجيكال انترفيرنس. نيجي بعد كده لدور السلاين انفيوجن سونوجرافي في الفايبرويد سكان. ده مهم قوي في الديتكشن اوف بوليب، ده احسن حاجه،
وبرده اللي هو مور اكيوريت في السب ميوكس فايبرويد. وتعالى نشوف الحالتين دول عبارة عن ايه. بس هنشيل بنشيل بقى الليزر علشان نعرف نشغل الفيديو. بص يا سيدي، الفيديو ده احنا دخلنا هوت، هنبتدي نحقن الصلاين. لما حقنت الصلاين اهو الكافيتي ابتدى يبان قدامك، ادي الكافيتي كله. اوكي، وادي الفايبرويد ماس بوستيرور جاست تاتشينج ذا كافيتي، يعني ما هياش سب ميوكس، اتس ستيج 3 او فيجو 3 اللي هي دي. انت لما شفتها بال 2 دي الترا ساوند كانت باينه لك ان هي احتمال تبقى سب ميوكس فايبرويد. ولما عملنا السلاين انفيوجن لقينا ان هي جاست تاتشينج ذا اندوميتريوم، فدي بتعتبر 3. دي حالة تانية برضو، شوف انت باينة ان هي سب ميوكس فايبرويد. فتعالى لما عملنا السلاين انفيوجن بنحقن السلاين اهو. اوكي، باينة تماما ان هي فايبرويد بوليب. اوكي، فطبعا احنا شايفين السلاين قد ايه فادنا في الحالة. طيب خلينا نشوف كمان ان الثري دي له دور مهم في المابنج اوف ذا فايبرويد، خاصة الفايبرويد اللي هتبان لي في الكورونال بلين. يعني فايبرويد زي ده يعتبر ان هو داخل جوه الكافيتي، اتس سب ميوكس، في سب ميوكس بلش، لكن ده يعتبر سب ميوكس فايبرويد مالي الكافيتي اللي هو لكن ملوش بيج بيديكل، اللي هو ده زيرو، وده نقدر نقول ان هو كاتيجوري 1. تعالى نشوف كمان ده فايبرويد بيشبه عليك، ده كان سب ميوكس فايبرويد بروجكتنج كله جوه الكافيتي، وده تيمنا بكاس العالم هو نفس شكل ايه كاس العالم، عامل زي ما يكون فيه فايبرويد وادي بقيته. كمان دي صور ال 3 دي ودوره في الفايبرويد، يعني انت في المنظر ده انت مش هتعرف تطلعه في الايه في ال 2 دي الترا ساوند، باين ان الفايبرويد موجود في الانتراميورال بعيدا تماما عن الكافيتي، لكن ده انذر فايبرويد موجود سب ميوكس وبروجكتنج انسايد ذا كافيتي. فدي كل الموداليتيز بتاعت الالترا ساوند اللي تقدر تشخص فيها الفايبرويد وتعمل له وات از كولد فايبرويد مابنج باي الترا ساوند. لها تاني اهوت، الشادوز دي بتبان هيتروجينس وعامله زي الايه زي الشادو بتاع زي ما تكون بتتفرج من ايه من ورا الستاره اللي هي الشرايح دي، فده بيعمل لي هيتروجينس مايوميتريوم وابنورمال جانكشنال زون. تعال نشوف الصور. طيب برضو مع الادينوميوزس مهم قوي السيمتومز اللي هتبقى موجوده دي، بتخليك تعرف ان البيكشر دي بتاعت ادينوميوزس. طبعا في الديفاين جونكشنال زون وفي المايوميتريال سترياشنز، ده منظر المايوميتريال سيست، ده السترياشنز اللي بتبان زي الفينتين بلايند ابييرنس، ودي بنقول عليها زي ما يكون اللي هي السترياشنز او اللاينز اللي ماشيه من الاندوميتريوم رايحه ناحيه المايوميتريوم زي البلايند سبوتس. طبعا ممكن يكون لوكالايزد ديسكنينج يدي لك احساس ان هو زي ما يكون فايبرويد لكن هو مش فايبرويد، وشويه فاسكولاريتي لكن ما بيبقاش هايبر فاسكولار. كل دي اشكال للادينوميوزس، وقال لك ان الادينوميوزس تقدر حاجتين بس يبانوا بالالترا ساوند مع الكلينيكال مانيفستيشن، تقدر تقول ان دي اكيس اوف ادينوميوزس. وحته مهمه قوي في البوست منوبوزال ليدي، هل الحاجات بتاعت الادينوميوزس بالالترا ساوند تختفي ات ذا تايم اوف بوست منوبوز؟ قال لك ان السيمتومز هي اللي بتختفي اللي هي البين والبليدنج والكلام ده، لكن الالتراسونيك فايندنج بتاعت الانلارج يوترس وممكن يكون الاسترياشنز وممكن يكون الفايبروزس بيفضلوا موجودين بوست منوبوز. ده برضو كمالة الفايندنج اللي احنا قلنا عليها باي الترا ساوند، اي حاجة من دول تلاقي اتنين منهم موجودين ده يشخص لك ادينوميوزس.
طبعا ال 3 دي ما هوش سوبيريور على ال 2 دي فور ادينومايوزس، لانك انت هو بال 2 دي كل الفايندنج دي بتشخصه، لكن ال 3 دي بيوري لك مينلي الجانكشنال زون، وبيوري لك البروجكشنز اللي جايه من الاندوميتيا من ناحيه المايوميتر. يعني لو غلبت قوي مش قادر تشخص الادينومايوزس، العيانه اوبيز، التي في اس مش اليوترس تيكن اب فمش قادر تشوفها تي في اس، وفي نفس الوقت الابدومينال وول ثيك فمش قادر تشوفها ترانس ابدومينال، الام ار اي هيبقى كونكلوس. باي دوبلر الادينومايوتيك جلاندز او الجلاندز بتلاقي فيها ايه؟ بتلاقي فاسكولاريتي عامله زي برضو نفس الايه الاسترياشنز بتاعه المايوميتيوم انتو ذا اندوميتيوم. ازاي بقى تفرق بين المايوما وبين الادينومايوما اللي هي الفايبرويد والادينومايوما؟ الادينومايوما عاده بتبقى ال ديفايند، لكن الفايبرويد بتبقى ويل ديفايند، وطبعا ويرلي ابييرنس. البرزنتيشن بتاع البين بيبقى اكتر مع الادينومايوما، لكن البرزنتيشن بتاع البين ما بيبقاش كومنلي مع الفايبرويد. لو جينا نشوف الادينومايوما، هي ممكن تبقى بروترودنج جوه الاندوميتريال كافيتي بال 3 دي فتديك انطباع ان هي سب ميوكس فايبرويد، لكن برضو الويل ديفينيشن بتاع الفايبرويد هو اللي بيقول لك ان دي ات از نوت ان ادينومايوما. سوري ات از نوت ا فايبرويد ان ادينومايوما. سوري خليني اقول الكلمه دي تاني، ان انت الفايبرويد بيبقى ويل ديفايند بالورلي ابييرنس. بالنسبه للفاسكولاريتي، الفاسكولاريتي بتاعت الفايبرويد بتبقى جايه ويل سيركمفرنشال، يعني متوزعه في كل الاتجاهات وجايه من البريفري، لكن بتاعت الادينومايوما ات از سبيرس، يعني تلاقيها ايه هاب هازاردلي ديستريبيوتد. الفرق ده مهم ليه؟ تعال نفكر. مهم طبعا علشان انت لو لقيت فايبرويد بالشكل ده بروجكتنج في الكافيتي وقلت ان هو سب ميوكس، يو ويل دو سيرجيكال انترفينس، يو ريموف ات. لكن لو انت هتدخل تشيل وهيستروسكوبيك ريموفال، لو انت هتفكر ان دي فايبر وتطلع ادينومايوما وتحاول تشيلها هيستروسكوبي، طبعا انت عارف ان في الادينومايوما ما فيش بلينز تقدر تشيلها. الاونلي يعني او الموست اكيوريت ديفرنشيشن ما بين الادينومايوما اللي هي اللوكالايزد ادينومايوزس وما بين الفايبرويد هو الام ار اي، وهنا صور الام ار اي مبينه ده ادينومايوزس اوكي، لكن دول فايبرويدز، واضح الفرق ما بينهم. طبعا نيجي بعد كده للباثولوجي الثالث اللي هو مايوميتريال انفيجن ان اندوميتريال كارسينوما. تقدر تشوف الام ار اي هو طبعا اللي بيوريني المايوميتريال انفيجن، لكن ال 2 دي 3 دي الترا ساوند وال 2 دي الترا ساوند ممكن يدوني كلو، يعني بمعنى انا شايف اندوميتريال ليجن وفي واحده بوست موبوزال مثلا او بيري موبوزال، وبعدين ببص على المايوميتريوم لقيت الليجنز دي انفيدنج ذا مايوميتريوم، فانا ابتدي اعمل كونكلوجن ان في احتماليه ان ده اندوميتريال كارسينوما وانفيدنج ذا مايوميتريوم بالالترا ساوند. بعد كده بتاكد كلامك، بتاخد البايوبسي وبتاكد كلامك فور ستيجنج باي ام ار اي، لكن هو بيديك زي ما بنقول ايه بيديك فكره، لكن ات از نوت ذا موست اكيوريت دايجنوسيس. ده حاجه من الحاجات، ده في بوليب والبوليب دوت عامل انفيجن هنا جوه المايوميتيوم، الفاسكولاريتي بتاعته اهيت. ده انذر ايمج شايف ما عادش في ديماركيشن ما بين المايوميتيوم اندوميتيوم اوكي، وباين ان في واصلين لحد السيروزال، الماس دي واصله لحد السيروزال لاير. ال 3 دي الترا ساوند وازاي بيوريني الديستربنس في الجانكشنال زون والانفيجن اللي موجود. ام ار اي طبعا كونكلوسيف، شايف هنا نورمال ام ار اي في ماس هنا او الاندوميتيوم في ايكوجينيستي او انلارجد، وهنا الجانكشنال زون موجود. تعال بص هنا الايكوجينيستي بتاعت الاندوميتيوم زادت، الجانكشنال زون ابتدى يبقى ديستوربد وباين فيه انفيجن في المايوميديوم. من ضمن الباثولوجي برضو اللي انت تقدر تشخصه باي الترا ساوند الانفيزيف مول. طبعا الكلينيكال كرايتيريا بتاعت العيانه بتقول لك ان انت كان في مول وفي ليجن وانت بتعمل فولو اب. لما بتيجي تبص على اليوترس بتلاقي ان في ماس موجوده في الاندوميتريوم، لكن المنظر ده مفيش
يعني في خرجنا بره الاندوميتريوم، دخلنا هنا في المايوميتريوم. تعالى هنا ادي الاندوميتريوم وابتدى يبان في ليجن جوه المايوميتريوم، اوكي. والليجن دي طبعا هتبقى هايبر فاسكولار مع البيتا اتش سي جي اللي بيبقى ستيل هاي في عيانه عندها هيستوري. كل ده بيشخص لك انفيزيف مور مايوميتريوم، اوكي. فده انت ممكن ما تشخصوش بال 2 دي، لكن ال 3 دي هيساعدك. وفي الحاله ديت بتبتدي تاخد الاكشن بتاعك انك تشيل الاي او دي، سواء لو الاستريدز باينه هتشيله من الاستريدز عادي، لكن لو مش باينه بتبتدي تدخل هيستروسكوبي. اليوتراين ساركوما طبعا انت بتبتدي تلاقي ايه؟ ما فيش بقى لا اندوميتيوم ولا مايوميتيوم، بتلاقي الدنيا كلها هيتروجينس، في اريا سيستيك واريا سوليد وهايبر فاسكولاريتي، وده طبعا مع الكلينيكال بريزنتيشن. اليوتران ساركوما من الحاجات اللي بينفول جدا، فتلاقي العينه بريزنتد ببين. تعال نشوف خلاصه الكلام بتاعنا بالنسبه للمايوميتيال باثولوجي. طبعا ان انت بتعمل لازم يو هاف تو اندرستاند ذا نورمال اناتومي اند مورفولوجي اوف ذا مايوميتريوم. كل الموداليتيز اوف الترا ساوند كان بي يوزد، يعني انت البيزك بتاعك هو ال 2 دي الترا ساوند، لكن ممكن تعمل دوبلر، ممكن تعمل 3 دي، ممكن تعمل سلاين انفيوجن سونوجرافي. الجولد ستاندرد في زي ما قلنا هو ال 2 دي، والام ار اي انديكيتد ان ا ماينوريتي اوف ليجنز which can't be confirmed by ultrasound. فده بيعمل يعني انت الى حد ما بتقلل ال misuse of investigations، يعني انت بالالتراساوند تقدر تشخص كتير قوي، اوكي. فساعتها مش هتضطر ان انت تعمل ام ار اي الا في حاجات لمده. شكرا ليكم، واتمنى ان المحاضره تكون مفيده. واللي ما عملش سبسكريبشن للقناه يتفضل يعمل، ويدعو اصدقائه ان هم يجوين اس ان اور تشانل. خلينا نزود عدد الناس اللي بتستفيد من ده، وربنا يجعله علم ينتفع به ويجعله في ميزان حسناتنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.